اهلا ومرحبا بكم. وفي الجزئيه الاخيره بدينا من المسك وحنختم مع المسك الشباب الحلوين الليله منوريننا. حنتعرف عليكم. محمد ايمن. محمد ايمن مساء الخير عليك. مساء الخير محمد ايمن. انت كيف اخبارك؟ تمام الحمد لله. يقين زيك؟ يقين كيفك؟ تمام الحمد لله. انا تمام. انت كيفك؟ تمام الحمد لله. يقين انت اول ما اول مره تطلعي في التلفزيون؟ شاركتي قبل كده عشان كده شويه صعبه، ما زي محمد ده لما دخل كده على الهواء فاموره بقت صعبه شويه. اي صح، ما اول مره امشي التلفزيون. بس المدرسه يعني اول حاجه، عشان كنت يعني بشارك في الطابور دائما. بس المدرسه ودوت قناه السودان وقناه الشروق. غنيت وقدمنا مسرحيات انا وصحباتي، وكان يعني اكثر الناس المبرزه في الطابور ودونا القناه. جميل. طيب غنيتي حاجه فرديه ولا غنيتي مع مجموعه؟ يعني حاجه ممكن تقدميها لنا هسي براك. الاثنين غنيت. طيب اختار لنا حاجه منها تكون خفيفه وسريعه. هغني لكي يا جمال النيل. جميل، نسمع. يا جمال النيل والخرطوم بالليل، يا جمال النيل والخرطوم بالليل، يا راضع مني الليل حضنك من أزهار، ويا قبلة الزايرين يا درة السودان. عليك السلام. عليك يا يقين، مع انه بدون موسيقى وما في اي مؤثرات صوتية لكن صوتك جميل. بس ما رجعش المويت ملح شوية زبط الصوت. اوكي. شكلها عصر ادتك حاجة عصير ولا كده عشان تخرب الموضوع. محمد ايمن تقرب سنة كم؟ رابع. في رابع؟ كيف مستواك؟ كويس في المدرسة؟ تقرأ كويس ولا بتلعب أكثر حاجة؟ بلعب. تلعب أكثر من القراءة؟ تلعب شنو طيب؟ رياضتك أكثر حاجة بتفضلها شنو؟ جمباز. حلو. مشترك في نادي معين ولا بتلعب كذا براك في المدرسة؟ بلعب في المدرسة مع أصحابي. مع أصحابك. وتعني شنو؟ كرة قدم. ما في الأولاد دائما بيحبوا كرة القدم. ما بحبها شديد. أنت ما بتحبها؟ بتحب الألعاب الإلكترونية؟ تلعب أي جيمز من الالعاب؟ اكثر حاجه بتحبها شنو؟ سوبر ماريو ولا بتلعب شنو؟ بلايستيشن. في البلاي ستيشن ذات اللعبه شنو اكثر حاجه بتحبها؟ اللعبه يكون فيها كوره ولا لعبه بيكون فيها قتال ولا اي نوع من الالعاب؟ كلهم. عندك تليفون كده بتلعب به ولا بتلعب في اللابتوب؟ بلعب في البلاي ستيشن اكثر حاجه. بالبلاي ستيشن اكثر حاجه. تمام. وانتي اكثر حاجه بتحبي تعملي هوايتك؟ يعني اكثر حاجه بتحبيها شنو؟ مسك التلفون. تمسك التلفون كثير؟ مضر طبعا، لكن للعيون مضر، في كمان القرايه، حاجات كثيره يعني هو مضر. في بتنظمي وقتك ولا طوالي بتمسك التلفون؟ بصراحه ما قاعده شكلك كده ما بتنظمي التلفون اكثر حاجه قاعده لله. يلا نصيحه مني لكي، يا صحية ونفسية واجتماعية وثقافية وكله سياسية. تمام. إنه التلفون مضر بكل النواحي، لو نظمت وقتك كويس بتبقي بيت شاطرة، بتقدر تركز على هواياتك التانية الحركية بالذات اللي بتنمي لك حاجاتك. الكلام ده أنت واصل لك كويس؟ لأنه البلاي ستيشن نفس الموضوع بتاع التلفون، في النهاية ضوء و في مشكلة تكون في القراية والتركيز والنوم، مواعيد النوم وكده. تمام كلامي ده صح؟ أي. طيب من الليلة لحد إن شاء الله ما الامتحانات تجي نحن نحاول ننظم وقتنا. تمام يا يقين؟ نديك الكلمة الأخيرة. في أنا سامعة قبلك غيداء قالت لكم ما تنسوا ماما منو عشان ما تزعل منكم. ماما سيدة. ماما سيدة. تمام. أول حاجة أنا بحيي عصر أن هي جابتنا في قراءة من دربان غيداء الطرائية. أمي هي ما جابوا سيرة عصر النهائي. لكن هي لها الشرف أن جابتنا لها هنا، وإحنا سعيدين أنه جينا قراءة من دربان. وتاني بحيي كاكاك من السعودية، وبحيي ناسا من سلوى وعبودي
بحيي عمو صلاح وكل الناس في السعودية، وبحيي بابا أحمد في الشمالية، وبحيي هنا كل العائلة القاعدة في الخرطوم، اسمها شادي والإنين وكاكاك وشرشوم وناس عصر وأخوات عصر كلهم، عشا ورؤى وعهد ما ننساهم، وريتاج وجدو وناس اسمها سيدة، أكتر حاجة عمو أمير وأحمد وأواب ومآب خالته جميل، ما ميادة قصرتي نهائي، ما خليتي زوج. أختي هي مش أختي، هي أخت وأم وصحبة كل شيء. أنا دائما أول حاجة لما أقع في مشكلة بلجأ لها هي أول، يعني والمشكلة دي بتتحلى؟ هي بتحلى. وماما وبابا وخالده وخاله كل الأهل أنا بعرفهم، كل الناس عشان ما يزعل منك كمان يا محمد. هي ما خلت حاجة، ما يعني ما خلت زول، ما حيته وما شكرته، يعني يديك الكلمة الأخيرة. طيب تقول شنو لأصحابك، لجيرانك، لأهلك؟ قول لنا كلمة أخيرة عشان نودع بها المشاهدين. بحيي عصر، عصر، بحيي عائلتي كلها قاعدة في السودان، وبحيي أمي وأبوي وأخواني وأولاد عمي وعمي وعمامي وخيلاني وكل الناس بيعرفوا محمد أيمن. احنا بنحييك ونقول لك سلامتك، وشكل كده النزله متعباك عشان كده شكلك تعبان. ان شاء الله المره الجايه جينا مصحصح، وكلكم تجونا تشاركوا معنا في برنامج اسهار او زهور وعصافير، تمام؟ عندنا برنامج اطفال ثاني. نسيتي زو؟ والله اكثر واحد اياد اخوي، اكثر واحد قاعد له معه، مع انه اصغر واحد في اخواني، لكن اكثر واحد بميل له في اللعب محمد منيب. طيب باقي الاخوان حيزعلوا منك، لكن ما لا خلاص كفايه. جميل، التحية لكم، شكرا لك يا محمد، شكرا لك يا يقين. في ناس مونية بيكشفك حاجة من خلف الكواليس كذا الزمن انتهى. بنحيي كل الناس اللي بيعرفوا محمد وبيعرفوا يقين وكمان غيداء ومنية، وأنا سعيدة جدا، ضعيفة جدا على الأطفال، وأي طفل بيطلب مني إنه يخش في أي برنامج فطوال، يعني هو بعشرة في كل البرامج اللي أنا بقدمها، عدم درمان هذا المساء. لأنه برنامج شوية فيه قراية، يعني ما بيستضيف فيه أطفال، تمام؟ وكمان برحب بكم في برنامج بتاع أطفال حيبدأ جديد، إن شاء الله تكونوا معنا في الحلقات. إن شاء الله. جميل، شكرا لكم. أخوة. شكرا لكم كل الناس اللي تابعونا اليوم، وشكر خاص لزكريا في المونتاج لأنه عذبته الليلة شديد، وشكرا عمار، شكرا تروات ومحمد كمان اللي كانوا خلف الكاميرا، شكرا بدر الدين عبد الحكيم وشرف. بدر الدين عندك حاجة في الكنترول؟ شكرا بدر الدين عبد الحكيم مخرجنا، وشرف في هندسة الصوت، وكمان شكرا لعصر كمان جابت لنا الشباب الحلوين. لحد ما ألاقيكم الخميس الجاي وحلقة جديدة من برنامج نادي المشاهدين، بقول لكم مع السلامة وكونوا بخير.